سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل كيفية إلغاء تفعيل عروض ترويجية على تطبيقكم تيك توك. قم بضغط هنا تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بضغط هنا الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بضغط هنا الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الإشعارات، بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إشعارات البريد الإلكتروني، بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا والضغط هنا على عروض ترويجية. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل عروض ترويجية. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات